يا صباح الخير يا اللي معانا. وكنت لسه بقول لمريم من شويه الاغنيه دي كل ما بسمعها بفتكر على طول فلاش باك في لحظتها لايام المدرسه، واتفاجئت ان هي عصرت الاغنيه دي. انا كنت فاكر ان الاجيال الاقدم الناس العواجيز اللي زي حالاتي هم اللي لحقوها. كانت بتتذاع برضه مؤخرا هي ويا حلو صبح يا حلو. طبعا. صباح الفل عليكي. صباح الفل عليك يا كريم. صباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، ومرحب بيكم جميعا. وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، عندنا كلام كتير هنتكلم فيه مع حضراتكم النهارده ان شاء الله، ولا سيما المتعلق بمباراه بكره ان شاء الله امام سيراميكا كليوباترا، ماتش مهم. وعلى فكره اعملوا حساب حضراتكم ان احنا من هنا ورايح اي ماتش هنتكلم عليه للنادي الاهلي في اي بطوله محليه اقليميه قاريه هو ماتش مهم، لان احنا خلاص ما عندناش بقى ايه رفاهيه ولا حتى ورد عندنا فكره ان احنا نفقد نقطه او نفقد ماتش او نفقد بطوله. يمكن عزائنا الوحيد في البطولتين اللي طاروا في الفتره الاخيره هو ان احنا عندنا ثقه اكيد في ان النادي الاهلي دايما عنده قدره على ان هو يرجع مرة تانية ويفرح جماهيره بالحصول على كل البطولات اللي هو بيشارك بيها، وإن شاء الله ده اللي يحصل بحذافيره. صباح الفل عليك. صباح الفل عليك يا كريم، بصبح عليك وصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. وزي ما قال كريم بالظبط، يمكن إحنا النهاردة تركيزنا الأكبر على مباراة الغد، وأيضا يمكن هنتكلم بقى عن التحديات اللي بتنتظر النادي الأهلي في الفترة المقبلة سواء المحلية أو القارية، وخاصة يعني مباراتي الدوري سواء أمام سيراميكا أو الجونة إن شاء الله يوم السبت. أما بقى بالنسبة ليعني القسم الثاني من حلقتنا هيكون في فقرات هامة جدا مع الضيوف. الفقرة الأولى هنتعرف فيها على آخر مستجدات رياضات المكفوفين. الحقيقة إن إحنا إمبارح كان معانا تقرير هام جدا عن رياضات المكفوفين، ولكن النهاردة بقى هنستفيد في هذه الفقرة ونعرف أكتر كمان عن دور الاتحاد ونعرف يعني إيه خطتهم في الفترة المقبلة. أما بقى الفقرة الثانية إن شاء الله هتكون عن الكرة العالمية مع الناقدة الرياضية منة عمر. بنسعد جدا والحقيقة وبنستمتع بوجود منة معانا. منة دايما ليها رؤية كده مغايرة جدا جدا ومطلعة وتحسيها عايشة مع كل الماتشات وكل الدوريات الأوروبية. ده من حسن حظنا، نستفيد بقى إن شاء الله بوجودها معانا في الفقرة الثانية في حلقتنا النهاردة. خلونا بقى نبتدي كلامنا بمباراة الغد أمام سيراميكا كليوباترا، وهي طبعا من ضمن ثلاث مؤجلات للنادي الأهلي. هيبقى لسه متبقي عندنا ماتش الجونة اللي كانت لسه مريم بتحكي لحضراتكم عليه، هيكون يوم السبت الجاي إن شاء الله، ومباراة مع بلدية المحلة لم يتحدد حتى هذه اللحظة موعدها. احنا لغايه دلوقتي لعبنا ثلاث مباريات في الدوري كسبناهم كلهم الحمد لله. لعبنا قدام المصري وفزنا 4-0، قدام الاسماعيلي وفزنا 3-1، وامام المقاولين العرب وفزنا 2-1. في المقابل نادي سيراميكا كليوباترا لعب خمس مباريات، فاز في 2 على الداخليه برباعيه نظيفه وعلى بيراميدز بنتيجه 2-0، وتعادل مع فاركو وخسر من الاتحاد ومن طلائع الجيش. طبعا ابرز نجوم سيراميكا كليوباترا على الاطلاق هو الجزائري المعار من النادي الاهلي احمد قندوسي اللي سجل مع الفريق لغايه دلوقتي 4 اهداف. يعني في المجمل هي مواجهه اكيد مش هتكون سهله مع فريق معاه مدرب مميز جدا، وقلنا انه التارجت عندنا اننا ندخل ان شاء الله فتره التوقف واحنا في صداره جدول الترتيب. مهم جدا ان الكلام ده يحصل لانه اللي جاي فعلا وبدون اي مبالغه ما فيهوش اي مساحه لاي تهاون ولا اي هزار، ما فيش مجال لفقدان نقطه ولا ضياع بطوله. اكيد المنافسين هم كمان على درجه كبيره من الاستعداد والجاهزيه، لكن تواجدك في اي بطوله باسم النادي الاهلي بيلزم عليك ان انت تكون جاهز للفوز بيها، مش بس المنافسه من البدايه للنهايه. مظبوط طبعا يا كريم، وموضوع مهم جدا يمكن انا وانت وقفنا عنده امبارح، بس الحقيقه يعني ما اتكلمناش فيه باستفاضه، وهو فكره الشائعات اللي بدات تنتشر على السوشيال ميديا، وبدا بقى يعني ناس كده بتتكهن فكره مين هينتقل للنادي الاهلي. دايما قبل اي ميركاتو بيبقى التركيز الاكبر على النادي الاهلي، لان هو دايما بيبقى عايزين الناس تعرف اول وسط الكروي كله عايز يعرف مين اللي هيكون وجهته المقبله هو النادي الاهلي. هو موضوع مهم واحنا امبارح الحقيقه وقفنا عنده بس ما طولناش، ولكن النهارده يعني واضح جدا ان احنا هندخل بدري او يعني قبل فتره حتى الميركاتو بشهرين في صراع كبير بقى مع كميه اخبار عن رحيل وبيع وتعاقد مع لاعبين كلهم اسمائهم مرتبطه الحقيقه بالنادي الاهلي. يعني امبارح بس يا كريم انا سمعت كده عن 5 لعيبه مشوا من الفريق من غير اي بيان رسمي ومشوا خلاص، يعني خلاص الناس اللي هو صدقت على الخبر من غير حتى ان احنا نتاكد من صحه هذا الخبر. ولكن الحقيقه كمان مش بس قالوا 5، ده كلهم كمان اساسيين. يعني نفسي افهم ايه الدافع اللي يخلي اي شخص يتناول خبر زي ده عن لاعب حاجز مكان اساسي لنفسه وماشي بشكل جيد جدا وماشي بخطه ثابته واخد ثقه كولر واخد ثقه الجهاز الفني. فحقيقي احنا بنستغرب، امر غريب جدا كمان ان هو
الشيء بالشيء يذكر ان مفيش اي تقارير رسميه خرجت سواء من الجهاز الفني او لجنه التخطيط بخصوص فريق الكره او بيع او رحيل او انتقال اي لاعب من داخل النادي الاهلي. دايما بنفضل نقول مرارا وتكرارا احنا نادي مؤسسي بيعمل وفقا لامور تنظيميه بحته في تقييم لكل شيء، يعني دايما اي شيء بيبقى فيه بيانات رسميه وفيه امور رسميه، وده دايما بيحصل في فترات يعني متقاربه، او دايما بنقول يا جماعه ما حدش يصدق السوشيال ميديا، دايما ناس كتير جدا بتبقى مش مصدر ثقه ومش مصدر موثق بيطلعوا يتكلموا اي كلام، وفي الاخر احنا اللي بيبقى عندنا الرسمي، احنا اللي بنطلع الخبر الرسمي، وفعلا في الاغلبيه بيطلع اخبارهم مش صحيحه 100%. فيعني فكره فتره الميركاتو مازال متبقي عليها شهرين علشان لسه تبدا، لسه بدري جدا على كل الامور دي. واتمنى ان الاصوات اللي بتقول ان مستر كولر كمان هيستغنى عن الفرنسي طبعا مودست، يعني شيء من التريث يا جماعه، فكره ان احنا لازم نهدى شويه. المدرب نفسه نفى الكلام ده تماما وقال ان المرحله اللي جايه يعني فكره ان هو هيدي مودست اكتر من فرصه لسه بدري جدا علشان يعني نصدر الاشاعات دي، وفكره كمان ان احنا شفنا ان هو بيديله اول مره يلعب 90 دقيقه خلال المباراه الماضيه، فلسه مودست احنا محتاجين ان احنا نديله فرصته. يعني الجهاز الفني نفسه بقياده مستر كولر شايف ان هو لسه قدامه فرصه علشان ينفي كل الشائعات اللي بتطلع عليه، فكرة كمان رحيله من عدمه ده لسه بدري عليه قوي ان احنا نتكلم فيه. فخلينا نتكلم في هذا الملف باستفاضة اكتر مع كابتن عمرو الحديدي نجم الاهلي السابق. صباح الخير عليك يا كابتن عمرو. صباح الخير يا مريم. صباح الخير يا كريم. صباح الفل عليك، سعداء بوجودك معانا. ونستاذنك نبتدي بالنقطة اللي مريم كانت بتكلم عنها من لحظات، فكرة الاشاعات اللي هي دايما بتحصل يعني مع بدايات يعني دخولنا في مرحلة الميركاتو، لكن فعلا ده لسه فاضل شهرين. الموضوع ده ايه اخره؟ وهل الموضوع ده كان حاصل يعني من زمان ولا ده استجد وطبعا السوشيال ميديا ساعدت اكتر في انتشاره؟ لا طبعا يا كريم، الامور دي طول عمرها موجوده في من على الساحه الرياضيه، التكهنات والتوقعات. في حد بيبقى عايز يبقى ترند، عايز يقول سبق صحفي تبقى ضربت معاه، ويجي ساعتها يبقى هو اللي قال الموضوع ده من زمان ويقول لك ده انا على درايه، ده انا قريب من عضو مجلس اداره، قريب من لعيب، قريب من مدير اعمال لاعب ولا حاجه، او السمسار بتاعه او المانجر بتاعه. كل واحد فيهم بيتكلم في حته معينه على اساس ان هو هيبقى في الوقت من هنا لغايه الانتقالات الشتويه في شهر واحد، يقول لك انا اللي قلت السبق الصحفي ويجيبها لك. السوشيال ميديا ساعدت ديت طبعا، زمان كانت الجرايد بس، دلوقتي السوشيال ميديا في ثانيه بتجيب الخبر على الموبايل بتاعك وهو بياخده يعمل سكرين شوت ويقول لنفسه فكره ويقوم عامل لها بوست كده في الموبايل ويقول لك ده انا اللي قلت الكلام دوت من سنه من 3 شهور من 4 شهور، ده انا اللي توقعت، ده انا اللي قلت الراجل دوت مضى ووقع للنادي الاهلي. والكلمه الشهيره ده النادي الاهلي وقع مع اللاعب في التجمع، ما بيذكرش غير المكان ده بس، ما بيقولش اي حته ثانيه دايما. النادي الاهلي التوقع بتاعه او التوقيع لاي لاعب بيبقى داخل النادي الاهلي طبعا. يعني دي مهمه جدا ان النادي الاهلي تملي بيبقى داخل جدران النادي الاهلي في وجود اعضاء مجلس اداره، المفوض من الكابتن محمود او اللي بيتكلم في الحته دي وهي بتبقى لجنه الكوره. اعتقد ان النادي الاهلي الفتره اللي فاتت معاه مدير فني اسم كبير، عمل اسم كبير على مدار البطولات السبعه اللي اشترك فيهم، ما حصلوش نصيب في دورتين او بطولتين، وخد 5 بطولات. فالراجل شخصيه، الراجل فيه كيمياء لايقه ما بينه وما بين مجلس الاداره، في تالنت وموهبه في اداره الملفات الخاصه استقطاب من هو ينفع للنادي الاهلي، مش بيجيبه وخلاص زي ما الناس دلوقتي بتتكلم على مودست لعب 90 دقيقه. الراجل بيقول لك انت حتى لو انت فكرت، يعني حتى لو اي حد بيتفرج بيقول لك ان مودست مش موجود في النادي الاهلي، طب ما انت مش هتمشيه دلوقتي، انت كده كده هتستنى معايا لغايه الشهرين الجايين، ايش عرفك ده انت في لحظه. هو الحقيقه مودست خد نصيب الاسد من التكهنات والاشاعات طول الفتره الاخيره. ما انت خلاص، انت هتحارب النادي الاهلي ازاي؟ هتحارب النادي الاهلي بالامور النفسيه، هتحارب النادي الاهلي بالاشاعات اللي بتتقال. النادي الاهلي كيان مستقر، كيان اداري، كيان فني، كيان تنظيمي، شغال بمشروع معين بدا من سنه ونص مع كولر، الدايره كامله، كم الاصابات، انت ما بتتكلمش عن اصابات النادي الاهلي واللي ده ربنا كرمه وشفاه وده راجع، ومجموعه مستشفى النادي الاهلي هتبتدي يظهر فيها النجوم تاني زي السليه وزي متولي، في حاجات كتير قوي النادي الاهلي بيتحارب فيها ازاي؟ يتحارب فيها نفسيا، يتحارب فيها اشاعات، يتحارب فيها ايه؟ مقولات غير صادقه. بيقول لك مقوله، المقوله دي
لو اديتها 80% اشاعه و20% صدق يقول لك لا 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 لا، اعكس الايه، ده هي 100% سليمه. وتطلع من اسماء ولاعيبه كبيره موجوده على الساحه الرياضيه بتقول لك انا متاكد انا ليا علاقه بفلان وفلان وفلان. لا، ما فيش، النادي الاهلي ما عندوش الكلام ده، النادي الاهلي ما بيطلعش خبر، النادي الاهلي ما بيطلعش، ما بيعملش بروباجندا لنفسه في حاجه معينه، النادي الاهلي بيفكر ازاي يبقى مجموعه معينه موجوده داخل النادي الاهلي عندها طموح ان هي تحقق بطولات، مزيد من التتويج على منصه البطوله. ده النادي الاهلي الفتره اللي جايه هو ملف مباراه عن مباراه، زي ما حضرتك كنت بتتكلم انت ومريم، مباراه سيراميكا، الراجل ما بيفكرش في اللي بيتقال حواليه، بيتقال بيتفكر في المباراه، المباراه دي بثلاثه بونت، ثلاثه بونت دي مؤجلات كانت موجوده قبل كده، ازاي اكسب عشان ابقى موجود متربع على قائمه الدوري في اول الماتشات المؤجله ليه. طب يعني نفهم كلامك يا كابتن عمرو ان ماتش سيراميكا برضو هيكون على نفس منوال الماتش الماضي امام المقاولين، ان هو فكره ماتش الثلاثه بوينت بس مش فكره اداء والتركيز الكبير اللي هو اتكلم عليه كولر في المؤتمر الصحفي، فكره كمان التغييرات اللي عملها، 9 تغييرات احنا شفناها، ويمكن ده اكد لناس كتير جدا ان ما بقاش في لاعب اساسي واحتياطي داخل السكواد بتاع النادي الاهلي، وكلهم طلعوا على قدر المسؤوليه زي ما احنا شفنا وخرجنا بالنتيجه اللي احنا محتاجينها من الماتش، ولكن الأداء ما كانش نفس الأداء اللي احنا مستنيينه. هل ده اللي ممكن يحصل فيه ماتش سيراميكا وبعده أيضا ماتش الجونة، ولا هنبتدي ان احنا نركز ازاي يكون في أداء كبير من النادي الأهلي على مستوى الدوري، مش بس نكتفي ان احنا نطلع بكل الماتشات بفكرة التلاتة بونت بس؟ لازم نبقى مقتنعين ان النادي الأهلي بيعدي بحالة نفسية للخروج من مبارياته مع سان داونز. ازاي المدرب يخرج من دوت؟ المسافه ما بين المباراه والمباراه من 3 لـ4 ايام، هو خد المباراه اللي هي بعد مباراه سان داونز مباراه اسمها مباراه تحدي النفس، ازاي اكسب عشان اخرج بلاعبتي من الكبوه دي. زي ما ربنا سبحانه وتعالى ادانا درجه من الفكر، ادانا نعمه اسمها النسيان، فلازم انسى، فاللي بينسيني هو المكسب. انا كسبت خلاص مباراه المقاولين العرب، ويمكن الراجل بوضوح وبشفافيه قال لك انا خلصت على المباراه ب2-0، حصل بطء في التركيز او قله التركيز او قله الاهتمام داخل الترحيل ما بين اللعيبه، استقبلت هدف او تمركز خطا من لاعب، ففجاه التركيز قل لمده 10 دقائق، سببت لي دوشه. بصي الراجل واقعي، يبقى اللعيبه هي اللي عندها التركيز من الدقيقه 1 للدقيقه 120. انا اما باجي افكر كمدير فني، اللاعب رقم واحد عندي هو جماهير النادي الاهلي، وده بالنسبه لكولر التاج اللي على راس كولر هو جماهير النادي الاهلي. راجل قبل كده على مدار السنين اللي فاتت كان موسيماني بيتعامل مع من 14 ل 16 لعيب الروتيشن بيبقى فيهم، بس احنا بنتكلم في كولر بيتكلم في 34 لعيب من الموسم اللي فات لغايه دلوقتي بيحصل لهم روتيشن. انت لسه حضرتك بتقولي مفاجاه بالنسبه للناس كلها، التوقع لتشكيل النادي الاهلي ب9 لعيبه داخل البساط من 11 لاعب باستثناء محمد عبد المنعم وامام عاشور. هو الراجل بيقول لك انا بعمل تنافسيه بين اللعيبه وبعضها، عايز اخد اعلى نسبه اداء من اللعيب وبعد كده اما يغير يبقى لا. الناس كلها اتكلمت على موضوع قفشه، يا جماعه هو انا لما اكون بزعل ممكن يكون الرياكشن بتاعي ان انا زعلان ان انا هغير، زعلان ان انا كويس، زعلان ان انا بادي، يبقى هو دي بقت مشكله في نزاعات ومهاترات ومشاكل داخل جدران النادي الاهلي داخل اوضه اللبس، مفيش الكلام ده. انا ممكن بعبر بنرفزه، نجوم العالم كلها بلا استثناء اللقطات دي موجوده اسمها لقطات نجوم العالم داخل الغيار الخاص بالمدير الفني، اللي بيخرج بيعصب نفسه على ازازه ميه على كلمه، ان انا عايز ادي كل اللي عندي عشان ابقى اللاعب رقم واحد داخل اذهان المدير الفني، فمش محتاجه ان انا اتكلم على كولر. كولر شخصيه، كولر بيعرف يتعامل مع لعيبه النادي الاهلي، كولر نجح في النادي الاهلي والنادي الاهلي ضاف له كولر اسم كبير، لعيبه النادي الاهلي تنجح اي حد، لعيبه النادي الاهلي لو جبتي احسن مدرب في العالم لو هو ما فيش كيمياء ما بينهم وما بين بعض يبقى الموضوع بعيد قوي على الاسم الكبير. الكولر زي ما النادي الاهلي عمل مانويل جوزيه وعلى اسم فايلر وعلى اسم سليماني بيعلي اسم كولر دلوقتي. الاستقرار اللي موجود هو الملفات الخاصه مباريات الدوري القائمه الان هي مباراه الثلاثه بون، ثم
مع الاستمراريه ثبات الاداء، مع الاستمراريه التالق والنتيجه. بس على فكره يعني برغم كل اللي حضرتك تفضلت بذكره عن كولر، ده ما منعش ان كولر شخصيا يبقى له نصيب هو كمان في الاشاعات اللي ظهرت بقوه في الكام يوم اللي فاتوا. انت حضرتك كريم انت دلوقتي كنت الاول بتقول لكولر ايه؟ عروض كولر القائمه تهدد زعزعه استقرار النادي الاهلي، الهلال و و و و. الراجل قال لك انا مرتبط بالنادي الاهلي، ومدير اعماله طلع واتكلم في كذا قناه، قال لك انا مرتبط بعقد وطموحي مع النادي الاهلي هو النادي الاشهر افريقيا والثلاثي العالمي، ان انا من الثلاثه الاوائل في كاس العالم للانديه، انا حابب ان طموحي ومشروعي اللي بفكر فيه يبقى موجود مع النادي الاهلي. اشاعاته هو مثلا كولر الاكشن بتاعه بيقول لك ده كولر شد مع اللعيبه، اصل كولر في اختلاف وجهه نظر بينه وبين خالد بيبو، كولر في اختلاف بينه وبين قفشه، انت دخلت المواضيع اذا كانت هي مبهمه خليتها موجهه بالاسماء. يعني يمكن كنت انت جوه اوضه اللبس، فاعتقد الوحيد اللي جوه اوضه اللبس هو اللي هيبقى شاهد على ده هي الغرفه نفسها، الادوات نفسها اللي جوه المكان، الادوات الجماد دي هي اللي هتشهد. فبعد ما الراجل بيخرج من اوضه اللبس بيحكوا على الكلام ده وبيرجعوا الكاميرات ويقولوا ايه اللي حصل، مفيش الكلام ده، النادي الاهلي طول عمره. ونرجع ونقول ادي اللي بناخده من السوشيال ميديا يا كابتن عمرو. بص احنا ايام الكابتن صالح رحمه الله عليه كان الكلام بيبقى كتير، وكان معانا هاريس وكان معانا هولمان وكان معانا تسوبل كان بيقولوا كلام، بس السوشيال ميديا كبرت قوي يا كريم قوي، خلت الموضوع كبير. لا واي حد يا كابتن عمرو عايز ينول قدر من الشهره بيتكلم عن النادي الاهلي يقول لك مؤكد مصدر خاص بالنادي الاهلي، ولا يذكر مصدره ولا يقول اي حاجه وياخد الشهره دي، ده حد مختص في امور النادي الاهلي ويتكلم بشكل عشوائي. منشان لسه بقول لك يا مريم ان نفس الكلام ده في لعيب مثلا موجود سعره بمبلغ وقدره، مجرد ان انا عملت لنفسي بروباجندا قبل الميعاد بشهرين، مجموعه شباب موجودين على السوشيال ميديا هيكتبوا، وكل واحد فيهم يعمل بوست، كل واحد فيهم يعمل باور، يعمل حاجات معينه وصور معينه يقول لك ده مضى النادي الاهلي ويلبسه التيشيرت خلاص. انا نوع من الترويج للاعب. ايوه طبعا مظبوط، ده بيحصل كل موسم فعلا. نورتنا يا كابتن. تسويق للاعيب وفي الاخر النادي الاهلي يقول لك انا ما اتكلمتش عن لعيب زي ده، انا فكرت يعني انا من وجهه نظري انا من نجاحات كولر لمباراه المقاولين كريم الدبيس، يعني ماشي في اطار سليم، ابتدى ياخد مباريات، ابتدى ياخد جرأه وشراسه الاشتراك، الخبرات هتجيله من المباريات، الكلام اللي بيتقاله من كبار الفرقه كويس الدرجه معينه، هو مش مهم ان انا العب، المهم ان انا استمر في اللعب واثبت للراجل. الاجانب ما عندهمش غير الابيض والاسود، امكانياتك وادائك والتزامك في التدريب وبترجمه في المباريات انت حاجز مكان، امكانياتك كلام وافعال بتاخد كلام وما بتنفذش اللي انت بتقول عليه يبقى انت بره حساباتي. الاجانب كلهم كده، ما عندوش العامل الطيب اللي احنا بنتعامل فيه كمصريين مع لعيبه، ما بيكون مدير فني مصري بيبقى عنده حته حنيه، لا الاجنبي بيفكر في حاجه واحده بس، ازاي اللي انا بقوله يتنفذ. الراجل بجهازه شغال وبيجهز له لعيبته، كارلوس برينجير شغال في حته تانية، كلهم في الاخر منظومه مكتمله لنجاح اسم النادي الاهلي لتحقيق البطوله المطلوبه. صحيح مظبوط طبعا. احنا بنشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا كابتن عمرو الحديدي نجم النادي الاهلي السابق، ومنتظرين ان انت تيجي تنورنا في الاستوديو قريب ان شاء الله. شكرا جزيلا لوجودك معانا. تعالوا بقى نروح لملف منفصل حبتين. يوم الخميس الجاي ان شاء الله سيعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الاول لكره القدم عن قائمه اللاعبين لمعسكر نوفمبر في الفتره من 13 الى 21. هيتخلى المعسكر ده مباراتي جيبوتي وسيراليون في الجوله الاولى والثانيه من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2026. ده هيحصل من خلال مؤتمر صحفي ان شاء الله هيكشف من خلاله كمان خطه الاستعداد لمباراتي جيبوتي. بالمناسبه الماتش ده هيتلعب يوم 16 نوفمبر ان شاء الله في استاد القاهره، وبعدها مباراه سيراليون يوم 19 نوفمبر، ولكن هتكون المباراه دي في ليبيريا. اكيد بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا، وزي ما قلنا قبل كده مع كل حضراتكم احنا لازم جدا ومهم جدا ان احنا نحسم التصفيات والتاهل للمونديال بدري بدري عشان ما ندخلش في حسابات معقده وملهاش عايزه زي ما بيحصل احيانا. فيعني ايه فاهمه، فده مهم ان في امور معينه من بدري تتحسم حتى كتسجيل موقف، حتى عشان تبقي بتبصي على اللي جاي وانت مطمنه الى حد كبير.
طبعا مظبوط. وكمان يمكن خلينا نروح دلوقتي بقى للقرعة الخاصة بمنتخب مصر للهوكي. الحقيقة ان هي اوقعت مصر في مجموعة صعبة، يعني نقدر نقول عليها ان هي صعبة بالتصفيات العالمية المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية باريس 2024. يمكن منتخب مصر يعني خسر من جنوب افريقيا في نهائي البطولة الافريقية بنتيجة 2-1، يعني ده كان يمكن اتكلمنا فيه ان هو كان وسط جدل تحكيمي كبير جدا بعد إلغاء هدفين لمصر لتتأهل جنوب أفريقيا لأولمبياد باريس. جاءت مصر طبعا في المجموعة الأولى للتصفيات العالمية واللي بتضم بلجيكا وإسبانيا واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية وأيرلندا، وهيتأهل بقى أصحاب المنتخبات المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة لأولمبياد باريس. يعني إن شاء الله بنتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر الهوكي، وإن شاء الله إن احنا نقدر نكون في أول ثلاث مراكز ونتأهل لباريس 2024. يا مسهل الحال يا رب إن شاء الله. عايزين برضو نعرف حضراتكم ان احرز البطل الاولمبي العالمي سيف عيسى الميداليه الفضيه في بطوله افريقيا للكبار بابيجان، وتاهل بالتصنيف الاولمبي لدوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024 كاول لاعب في تاريخ التايكوندو المصري يتاهل مرتين متتاليتين لدوره الالعاب الاولمبيه بعد طبعا المشاركه في دوره الالعاب الاولمبيه طوكيو 2020، وبالمناسبه دي اللي حقق فيها الميداليه البرونزيه. المهم ان التصعيد ده او التاهل ده حصل دون الانتظار للتصفيات الافريقيه المؤهله للاولمبياد. فاز سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو بالميداليه الفضيه لبطوله افريقيا في منافسات وزن تحت 80 كيلو، والحقيقه سيف بيكمل انجازات التايكوندو المصري، يعني هديه ملاك برضو كانت اول لاعبه في تاريخ مصر تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية في التايكوندو مرتين متتاليتين، ونجحت في تحقيق الميدالية البرونزية في ريو دي جانيرو 2016 وكمان في طوكيو 2020. وبإذن الله بإذن الله سيف يعني حقق ميدالية في باريس عشان يفرحنا كلنا. تعالوا نعرف برضو أكتر عن استعداداته لهذه للمحفل العالمي الكبير ده، ونتكلم مع أم البطل شخصيا دكتورة شيرين والدة سيف عيسى اللي معانا على التليفون. وبداية بنهني حضرتك ونبارك لك يا فندم، مليون مبروك. شكرا لحضرتك، ألف شكر، الله يبارك في حضراتكم جميعا. دكتور شيرين منورانا طبعا مشرفانا، ولما بنقول هنا مشرفانا فحضرتك طبعا أكيد مشرفانا، لأن يعني احنا عايزين نقول لك ان اكيد انت بتبذلي جهد كبير جدا مع سيف علشان يوصل للمكان اللي هو فيها دي. دايما بيبقى ورا اي بطل هو دعم العائله رقم واحد ودعم الام تحديدا، فعايزه اعرف منك يعني الاستعدادات لسيف كانت عامله ازاي، واكيد اي فتره بيكون هو فيها مضغوط وعايز يتاهل وعايز يروح بطوله كبيره ويتاهل لاولمبياد زي اولمبياد باريس 2024 اكيد بتبقى فتره صعبه ومليانه ضغوطات ومليانه قلق، واكيد القلق الخاص بسيف بينتقل لحضرتك يا دكتور، فعايزه اعرف ازاي كانت الفتره دي وازاي بتوفري له الدعم يعني او دعم الاسره كامله سواء من حضرتك او بقيه افراد العائله في هذه الفترات اللي خلينا نقول عليها عصيبه. بصي يمكن في الاول في بدايات سيف يمكن ممكن اقول لك انا الداعم الوحيد او الداعم الاول لسيف، لكن بعد ما سيف ابتدى يتحقق انجازات بقت الاسره كلها ورا سيف، يعني والده واخوه وزوجته كلنا دلوقتي ورا سيف، فهو عنده اكثر من شخص بيدعمه، ده غير الاتحاد، ده غير زملائه، في ناس كثيره، غير معالي الوزير نفسه، يعني اقدر اقول لك انه داعم شخصي لسيف يعني. فالنهارده سيف عنده ناس كثير بيدعمه. الحقيقه الظروف كانت صعبه قوي، يمكن ظروف البلد في الوضع الحالي، يمكن يعني حتى انا يوميها بالليل وانا بحاول ادعي له، يمكن يعني اخجل اقول يا رب ارزقه بالذهب، في يعني في امهات ثانيه بتدعي ان اولادها تطلع سليمه من تحت الانقاض يعني. فالحقيقه الظروف صعبه، لكن احساسنا ان في ابطال في مصر وانه صنع في مصر ده حتى في الكوادر البشريه اللي عندنا، يعني دي حاجه بنفتخر بيها. مظبوط. أول يعني مكالمة تليفون دارت بين حضرتك وبينه بعد ما فاز بفضية أفريقيا وتأهل بالتالي لأولمبياد باريس 2024، قلتوا لبعض فيها إيه؟ لا الحقيقة هو لمني، قال لي ما تركتليش يا ماما. الحقيقة المشاعر زمان كنت يعني أول حاجة ببارك له ببقى فرحانة، دلوقتي المشاعر أنت مصاب ولا لأ؟ أنت تأهلت ولا لأ؟ يعني
يمكن ها اللي جاي ايه، ابتدينا نشيل مسؤوليه احراز الميداليات، ابتدينا نشيل مسؤوليه مصر، فبقى يعني ها اللي بعده ايه، فضلك بطوله ايه، بشتغل على اللي جاي اكتر مما بفرح. يعني هو حتى بيقول لي انا ووالده كده، انتوا ما بتفرحوش بالنتيجه، انتوا بتبصوا للي بعد. طيب دكتور شيرين، انت قلتي في البدايه حاجه مهمه جدا، قلتي ان انت في الاول خالص او في بدايه سيف كنت حضرتك الداعم الوحيد ليه، وبعد كده لما ابتدى ان هو يحقق نجاحات بقى في داعمين كتير في العيله. دايما احنا بنقابل الصعوبه دي، ان فكره اول ما حد يبدا ويكون مركز في رياضه، العائلات عامه او عدد كبير جدا، نسبه كبيره جدا من العائلات، لا ركز في دراستك، انت لازم تطلع دكتور، لازم تطلع مهندس، لازم تحقق حاجه في دراستك، ويمكن بالنسبه لهم الرياضه ما بتبقاش رقم واحد، ما بيبقوش معتمدين ان ابنائهم ممكن يكونوا ابطال في يوم من الايام. عديتي المرحله دي ازاي؟ فكره ان اكيد كان في اعتراضات على سيف ان هو يكمل في الرياضه، او فكره الـ يعني الانعكاسات ما بين الرياضه وما بين دراسته، ما بين ان هو يكمل في الدراسه او يقعد من الرياضه، وفكره ان هو بعد ما بقى بطل انت بتقولي ان الداعمين زادوا، فاكيد كانت فتره صعبه بالنسبه لك ان انت تكوني الوحيده اللي في ظهره في الوقت ده. الحقيقه احنا كمان الاسره بتاعتنا كلها اسره علميه بحثيه، الطبيعي جدا ان الكارير بتاع ولادي يكون كادر جامعه او كادر بحثي، ففكره انه في حد بيلعب رياضه ويمارس الرياضه بشكل احترافي دي كانت فكره يعني مرفوضه تماما من جدوده ومن كل الاسره، وكانوا حاسين ان انا بضيع مستقبل فيه. يعني ده كان في الاول، لازم يركز في دراسته، لازم يطلع مهندس، لازم ياخد دكتوراه، ده كان الفكر. فكوني احنا كنا يعني بنرجع من التمرين ممكن واحده بالليل، الساعه 5 الصبح بنصحى عشان نتمرن قبل المدرسه، فده بالنسبه لهم انت مش مركزه في الدراسه وكده مستقبله هيضيع. يعني ده كان الفكر اللي موجود يعني. لحد ما سيف حقق اول ميداليه ذهب بطوله، فابتدوا بقى يحسوا لا كان عندك حق، ده ممكن يبقى موجود. فابتدى حتى والده لا ده انت شكلك كان معاكي مظبوط. ابتديت لما اجي الجامعه عايزه ادور على جامعه تتناسب مع الرياضه بتاعته، ما ببصش انا عايزه ابني يكون متفوق، متفوق في ايه مش هتفرق معايا، لكن لازم هو يكون شخص مميز او متميز. فكنت بدور على الجامعات اللي تتناسب مع الرياضه بتاعته، والحقيقه يعني الجامعه بتاعته وفرت له كل سبل النجاح وكانت متفهمه جدا لسفرياته. فانا بقول لحضرتك فعليا كل الناس دعموا بعد ما سيف حقق، يعني كل الناس ابتدوا يشوفوا لا ده هو بيحقق، يلا نزل له العقبه. جميل. يعني هو سيف بشكل عملي يعني اقنع كل المشككين والمتشككين في جدوى استمراره في الرياضه بتحقيقه للبطولات دي كلها. تحياتنا لحضرتك يا فندم، وبنشكرك على وجودك معانا النهارده، وتهانينا لسيف، ولازم تكونوا واثقين ان احنا بدورنا كمان واثقين ان شاء الله ان شاء الله انه هيحقق ميداليه في باريس 2024. بنشكر حضرتك جزيل الشكر. ان شاء الله. مفيش حد بيحقق بطولات بالمستوى ده غير لما فعلا يكونوا الاهل اول ناس واقفين في ظهره وكتفهم في كتفه. شيء مشرف. بس نفسي عارف يا كريم، نفسي نغير الثقافه الخاصه بفكره ركز في دراستك وبلاش رياضه. احنا بقى عندنا مؤخرا ابطال كتير قوي في رياضات مختلفه بيشرفونا في محافل دوليه، ففكره ان العائله لسه بتتكلم عن انه لا بلاش ركز في دراستك والرياضه مش تعمل لك حاجه، اعتقد ان ده بقى فكر قديم ومش المفروض ان هو يستمر. بصي احنا قبل كده هنا في 10 الصبح في الاهلي يمكن عشرات المرات استضفنا ابطال مصريين في رياضات مختلفه، اللي دكتور واللي مهندس، يعني بالزبط. اللي عايز اقوله لك ان كلهم يعني نجاحهم وتفوقهم الرياضي مش بس ما خدش من تفوقهم الاكاديمي او الدراسي، لا ده دعمه كمان اكتر. هي دي حقيقه، ما فيش حد بيبقى ناجح في الرياضه الا ويكون ناجح في مجاله، وده فعلا بنشوفه كتير. صحيح. فنرجو ان الثقافه دي تتغير زي ما كنا سامعين دكتور شيرين دلوقتي بتتكلم انه هي كانت الداعم الوحيد ليه في البدايه، ولكن بعد كده لما نجح بقى في داعمين كتير قوي. فالحقيقه احنا محتاجين ان الفكر ده يتغير من العائلات خلال الفتره المقبله. عوده ل 10 الصبح في الاهلي، اهلا بكل حضراتكم من جديد. زميلتنا العزيزه نصر مستنيانا دلوقتي وامام حائط البطولات في اهلي الجزيره عشان تعرفنا ايه اخر الاخبار والمستجدات في الفرق المختلفه في النادي الاهلي. صباح الفل عليك يا روزان، اتفضلي.
صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا مريم، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان من داخل مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة بالتحديد من أمام طبعا يعني دولاب البطولات زي ما كريم قال، متواجدة معاكم لنقل آخر الأخبار وكل يعني الأنشطة المختلفة. هبدأ طبعا بالفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي أنها ميرانو الرئيسي على صالة الدمام استعدادا لخوض مباراته الأولى في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد أمام نظيره النور السعودي. وقد حرص الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل الميران للتأكيد طبعا على العديد من النقاط الفنية الخاصة بالمباراة. كمان شهد الميران تدريبات استشفائية وبدنية، وبعدها طبعا قام الجهاز الفني بعمل تقسيمة قوية جدا بين اللاعبين. محمد الغزاوي طبعا عضو مجلس إدارة النادي الذي يترأس بعثة فريق اليد للمشاركة في كأس العالم للأندية سوبر جلوب حرص على الاجتماع مع الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي عقب وصول البعثة مباشرة إلى مدينة الدمام للإطمئنان على كافة الترتيبات التي تخص طبعا الإقامة والانتقالات وملاعب التدريب وتوفير كل الأجواء التي تساعد طبعا الفريق على تقديم أحسن عرض وتحقيق أفضل النتائج. كانت كمان بعثة الأهلي يعني وصلت أمس الاثنين إلى مطار الدمام استعدادا للمشاركة بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الفترة من 7 حتى 12 نوفمبر الجاري. الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي فاز أمس على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0 في أول مباريات الفريق ضمن الموسم الجديد من بطولة الدوري. كانت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة وشهدت أداء قوي جدا من جانب سيدات الأهلي لينتهي اللقاء بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتيجتها كالآتي: أول شوط 25-16، تاني شوط 25-19، والثالث والأخير 25-10. وهيواجه فريق سيدات طائرة الأهلي في المباراة المقبلة فريق وادي دجلة ضمن منافسات الدوري. وأخيرا بعد فوز سيدات سلة الأهلي على الصيد بنتيجة 94-51 الفريق بيتأهل لنصف نهائي دوري المرتبط، والفريق بالفعل اتجه إلى الإسكندرية منذ قليل لمواجهة سموحة الساعة 5 مساء في صالة برج العرب، وأيضا ناشئات سلة الأهلي هيواجه سموحة والمباراة هتكون الساعة 1 ظهرا. قناة الأهلي طبعا يعني هتكون بتعرض المباراتين بث مباشر. كل التوفيق أكيد لفريق سيدات سلة الأهلي سواء الفريق الأول أو الناشئات. ودي كانت ابرز واهم الاخبار اللي معايا من النادي الاهلي، بشكركم وعوده ليكم مره ثانيه. احنا اللي بنشكرك على هذه التغطيه، جزيل الشكر زميلتنا العزيزه روزان نصر. شكرا ليكي جدا طبعا يا روزان. وخلينا يعني نتكلم عن النهارده الحقيقه، او يعني عندنا الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، الحدث اللي بيهم كل عشاق الساحرة المستديرة. يمكن هقول لكم أبرز المواجهات النهاردة. هيلعب روسيا دورتموند مع نيوكاسل، مواجهة قوية جدا وصعبة في المجموعة اللي بنطلق عليها مجموعة الموت زي ما بنقول كده يا كريم، اللي بتضم كمان يعني ميلان وباريس سان جيرمان اللي هيلعبوا النهاردة في السان سيرو. يعني مجموعة قوية جدا، صعب ان احنا الحقيقة نتوقع اي نتائج او نتكهن مين هيتأهل منها. ولكن كمان يعني مباراة شختار دونستيك الأوكراني مع برشلونة في أوكرانيا هتكون صعبة كمان على البارسا جدا اللي عنده 9 نقاط في صدارة مجموعته. بقية الماتشات إلى حد ما ممكن الواحد يتوقع هتبقى نتيجتها مش بالأرقام يعني كام بس تقدروا يعني تقدروا حضراتكم تستنتجوا مين اللي كفته أرجح. يعني بقية المباريات النهاردة من ضمنها مانشستر سيتي مع يانج بويز السويسري في انجلترا، مواجهه شبه محسومه تقريبا للمان سيتي، لاتسيو مع فينورد روتردام في ايطاليا، الاقرب ان لاتسيو هو اللي يفوز، برضو اتلتيكو مدريد مع سلتيك في اسبانيا. ناس كتير متوقعه ان الحسم يكون من صالح او من نصيب اتلتيكو. بورتو البرتغالي مع رويال البلجيكي في البرتغال، برضو من ضمن المباريات المهمه اللي هتتعب. واخيرا سيرفينا الصربي مع لايبزيج الالماني في صربيا، ودي كلها ضمن مواجهات اليوم في دوري ابطال اوروبا، منافسات المؤهله طبعا للمرحله الرابعه بعد كده. وكل ما بندخل في مراحل يعني متقدمه كل ما بنستمتع بمتابعه ماتشات على اعلى مستوى بنشوف من خلالها كره قدم حلوه، بنغسل عينينا يعني من خلال الماتشات دي انجاز التعبير. النهارده هيبقى يوم الحقيقه ممتع على مستوى الكروي تحديدا في اوروبا. خلينا بقى دلوقتي نروح نتعرف على افضل 5 مدربين في تاريخ الدوري الاوروبي من خلال الفيديو الجراف ده، ونرجع لكم مره ثانيه.
الحقيقه من التقارير المهمه جدا والمفيده جدا واللي دايما احنا بنبقى حريصين ان احنا نعرضها لحضراتكم في 10 الصبح في الاهلي بصفه دوريه، فكره التمرينات الرياضيه، لان في ناس كتير بتبقى الود والدهى نفسها حابه ان هي تمارس الرياضه، لكن اللي ما عندوش وقت او اللي يعني طبيعه حياته وطبيعه شغله مش سامحه له قوي بكده، في الناس اللي هي حابه تشترك في جيم لكن قدراتها الماليه وخصوصا مع ارتفاع اسعار صالات الجيم في الفتره الاخيره. فالحلو بقى في التقارير دي ايه؟ ان هو بيعرفنا على التمرينات سهله وبسيطه نقدر نمارسها في اي مكان في شغلنا او في البيت ومن غير اي حتى معدات تذكر. تعالوا نتابع مجموعه جديده من هذه التمرينات مع كابتن حسن حازم ونطلع بعديها فاصل ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. صباح الخير على جماهير واعضاء النادي الاهلي الكرام. النهارده هيبقى معانا تمارين لعضلات الظهر وتقويه ليها باستخدام الدمبلز او الرابر باند من البيت، مش هنحتاج نروح الجيم، واهم حاجه ان احنا نمارس التمرين في البيت باستمرار. هنبدا الاول بالاحماء، 1 2 3 كده انا ببتدي باحماء مفصل الكتف، تمام، بعدين لورا، مظبوط، الدراع التاني نفس الكلام، احاول اجيب اقصى مدى حركي عندي، 4 5 لورا، خمسة برضو، ممكن اعمل احماء للكوع كده، 4 5 1 2 3 4 5 باستخدام الرابر باند هعمل برضو احماء كده، ده بيبقى للروتيتور كاف اهو، بص بحاول اتني اقرب لوحين الكتف من بعض بالمنظر ده، تمام. بعد ما خلصت احماء هبدا التمرين الاول، وده بيكون باستخدام الرابر باند، بعلقه في اي حاجه بالشكل ده وبنزل اقعد على الارض كده اهو، رابر باند مشدود في ايدي، ببتدي اعمل سكويز بظهري، اقرب لوحين الكتف من بعض، اضم كتفي لورا وظهري مفرود، 1 2 3 اطلع بشويش خالص، اركز على العده السلبيه، اشد تاني، اعمل سكويز، 1 2 3 ارجع تاني بالراحه، اهم حاجه النفس بتاعي يكون مظبوط مع التمرين، الشكل اللي انا بعمله ده كده بالظبط. التمرين ده هيكون 4 تكرارات، 4 مجاميع، كل مجموعه تكون من 10 ل 15 تكرار. التمرين الثاني نفس الحاجه برضو، هحاول ان انا اثبت فيها الرابر باند من تحت وانا واقف كده، هميل فارد ظهري، ركبي متنيه، 1 2 3 ارجع تاني، 1 2 3 استرتش، 1 2 3 1 2 3 نفس القبضه، بدل ما انا كنت بطلع كوعي قريب من جسمي هطلع كوعي بعيد عن جسمي بالشكل ده، 1 2 3 وده علشان اجيب عضلات منتصف الظهر، كل ما بوسع ايدي في القبضه كل ما بشتغل اقرب للعمود الفقري، لازم ابقى باصص قدامي، رقبتي مظبوطه، تمام. ده كده كان تالت تمرين معانا، ده كده كان تالت تمرين عندي. بعدين هنمسك الدمبلز هنلعب بيه ليد ليفت للور باك، 1 2 3 4 5
ولو ما عنديش رابر باند برضو ممكن بالدمبلز اشتغل كده للظهر، واحد اثنين ثلاثة، او اوسع ايدي، واحد اثنين ثلاثة. ودي كانت تمارين بالدمبلز او بالرابر باند في البيت للمبتدئين او للمتقدمين، برضو ممكن يستخدموها كإحماء، ممكن يستخدموها لو هم بعد فترات راحة طويلة في البيت. شكرا، كان معاكم الكابتن حسن. عوده من جديد حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. الحقيقه من اول ما ابتدينا برنامج 10 الصبح في الاهلي ودايما ملف رياضات ذوي الهمم حاضر معانا وبمنتهى القوه وبصفه دائمه. النهارده في الفقره دي هنتكلم عن رياضات المكفوفين والتحديات والانجازات الكبيره اللي بيحققوها. مؤخرا بالمناسبه نظموا بطوله الاهرام الدوليه الثانيه لكره الهدف للمكفوفين، وليهم الحقيقه العديد من الانشطه هنتكلم عنها وبالتفصيل، وكمان هنتكلم عن خطتهم الفتره الجايه ان شاء الله مع ضيوفنا اللي منورنا الدكتور احمد عوين رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، وكمان منورنا عمر عبد السلام لاعب منتخب مصر للمكفوفين. منورين الدنيا، صباح الفل على حضراتكم واهلا بيكم. اهلا وسهلا. منورنا يا دكتور احمد، منورنا يا كابتن عمر. الحقيقه بتقدموا يعني بطولات مشرفه واداء مشرف، وشفنا يمكن خلينا نبدا من يعني النهايه. امبارح كان معنا تقرير هام جدا عن بطوله الاهرام يا دكتور احمد، وعايزين نتكلم اكتر عن تفاصيلها قبل ما ننتقل بقى ل يعني الجهود اللي بتبذلها او بيبذلها الاتحاد المصري طبعا للمكفوفين. عايزين نتكلم اكتر عن بطوله الاهرام الدوليه لكره الهدف للمكفوفين، كم دوله شاركت فيها ومين فاز البطولة، يعني تفاصيل اكتر نعرفها من حضرتك يا دكتور. اولا انا بشكر حضرتك جدا، تحياتي وتحياتي كريم بيه، وبشكركم جدا على هذه الاستضافه. يعني ودايما قناه الاهلي ما شاء الله يعني متشافه ومتابعه كمان، هي متشافه وشايفه في الوقت نفسه. كنتوا معانا في الملعب اليومين اللي فاتوا، شكرا لكم. بطوله اهرامات مصر الدوليه الثانيه هي بطوله وديه رسميه، بمعنى ان مصر بتنظم البطوله للمره الثانيه، وان شاء الله تستمر بعد كده الى ما لا نهايه كل سنه. بطوله دوليه في الاجنده الدوليه، اجنده الاتحاد الدولي، والفرق اللي بتشارك فيها بتكون بتاثر جدا على الرانك بالنسبه لها وعلى الترتيب في الجدول الدولي. احنا بنحاول في بطولة اهرامات مصر ان تبقى عدد الفرق قليل، ما بنكترش في الفرق لسبب مهم، ان احنا بنبقى بنعتبرها استعداد لبطولات اهم. فمبدئيا بطولة اهرامات مصر احنا عاملينها عشان نحقق هدفين. الهدف الاولاني ان هي خلاص بطولة دولية سنوية العالم كله عارفها، وبأسبقية الإرسال او الحجز بنختار الفرق اللي تناسبنا وتناسب ظروف منتخبنا، لان ده الهدف الثاني اللي هي تبقى استعداد لمنتخب مصر للبطولات اللي جاية. احنا عندنا بطولة في غاية الأهمية ان شاء الله كمان 31 يوم بالضبط من الآن، من يوم 8 ل 15 12 القادم عندنا بطولة إفريقيا لكرة الهدف المؤهلة للبارالمبيك جيمز في باريس 2024. فاخترنا ان تكون ده التوقيت اللي نعمل فيه بطولة أهرامات مصر، والمكان في نفس المكان نفس صالة الدكتور حسن مصطفى في 6 اكتوبر، لان هي الصاله اللي هنلعب عليها بطوله افريقيا. نفس الامكانيات ونفس الاجواء ونفس الظروف. كنا حريصين ان نقيم هذه التجربه علشان كبروفا مثلا يا دكتور احمد، كبروفا زي بروفا بالظبط كده. بس بطوله الاهرامات ناس كتير او كذا دوله بتقدم فيها، وحضراتكم بتختاروا عدد معين، يعني بيبقى الاقبال كبير عليها جدا. لو نعرف حتى اكتر تفاصيل عن الجزئيه دي. هو احنا كان عندنا مجموعه من الدول يعني كان عندها الرغبه في المشاركه. على سبيل المثال مثلا دوله زي كينيا، واحنا ما حبيناش قوي انها تشارك، لان كينيا هتبقى من الفرق اللي هتنافس معانا
في بطوله افريقيا. فما يعني ما حبيناش قوي الحكايه دي. مش المفروض العكس يا دكتور احمد؟ يعني المفروض تبقوا حريصين ان انتوا تواجهوا بعض المنافسين اللي هتلتقوا بيهم لاحقا. لا يعني انا كلام حضرتك سليم جدا، انا موافقك، لكن احنا بنعمل حاجه قريبه من هذا. انا ما ينفعش ان انا اقابل المنافس بتاعي اللي هيقابلني كمان شهر من النهارده هو اقابله واقابله تاني كمان شهر، لكن احنا بنعمل حاجه تانيه، ودي بتبقى يعني رؤيه من الجهاز الفني ومجلس الاداره، بنتكلم في المساله دي ان انا بختار دول قريبه من المستوى اللي هينافسني. مدرسه اللعب، لان كره الهدف فيها مدارس فنيه للعب زي كره القدم كده، اكيد المدرسه البرازيليه، المدرسه الاسيويه، كوريا، اليابان، مش عارف ايه، المدرسه الاوروبيه. برضه احنا عندنا مدارس في كره الهدف، فانا بختار الفرق اللي هي تناسب المدارس اللي هتنافسني في او اللي هنافسها في الشهر القادم. فكان عندنا ثلاث دول معانا، دولة رومانيا من اوروبا، وكل فريق له سمات وصفاته الفنيه، يعني اللي هو مش مجاله دلوقتي، لكن اللي انا عايز اوصله ان احنا مختارين بتركيز شديد جدا. رومانيا كمان عندنا المنتخب السعودي، كمان المنتخب العراقي. دي منتخبات قويه جدا، قويه جدا، وبتلعب بطرق مختلفه اللي بيها اقدر انا أأهل فرقتي إنها تواجه طرق لعب مختلفة. يعني طريقة لعب السعودية غير طريقة لعب المنتخب العراقي، غير طريقة لعب المنتخب الروماني. فيقدر لأن احنا عندنا في إفريقيا كده، يعني هلاقي الجزائر بتلعب بطريقة مش هي الطريقة اللي بتلعب بيها كينيا، مش هي الطريقة اللي بتلعب بيها غانا، مش هي الطريقة اللي بتلعب بيها الكوت ديفوار أو الكاميرون. فحاولنا نعمل التنويع دي بقدر المستطاع، والبطولة كانت يعني أنا مش عايز أقول ما كانش يفرق معانا إن احنا نكسب أو نخسر يعني، لكن طبعا بنحب نكسب، لكن لو ما كسبناش هذه البطولة مش فارق معانا. يعني الغرض الرئيسي بينها هو الاستعداد والتجهيز لما هو بعد هذه البطولة. بالضبط. فلما ربنا يكرمنا الحمد لله و نكسب البطوله كمان ونكسبها بجداره، بجداره بمعنى الكلمه يعني الحمد لله، فده بالتاكيد شيء يعني يسعدني على المستوى الشخصي، واكيد اسعد عمر كمان جدا هذا الانجاز. وعايزين نعرف عمر خلفيه كده عنك، عندك كام سنه، بدايتك مع ممارسه الرياضه بشكل عام كانت امتى، وبدايتك مع الرياضه دي تحديدا جت ازاي، اهم التحديات اللي انت اضطريت تخوض فيها، اكبر الانجازات اللي حققتها لغايه دلوقتي. هي اكبر انجازات دلوقتي المنتخب هي بطوله الاهرامات. جميل. كان المنتخب بعيد عن البطولات من فترة كبيرة، ساعة لما دكتور أحمد مسعد بدأوا يعتمدوا على الأجيال الصغيرة، فضلنا مستمرين. هم تعبانين الصراحة معانا من 2021 ساعة لما كان عندنا بطولة أفريقيا في غانا وتأهلنا لكأس العالم، كان في البرتغال، وبعد كده بدأنا نعتمد على الجيل الصغير، فضلنا واحدة واحدة. طلعونا بطولة تركية، بعد كده كان عندنا بطولة كأس العالم في البرتغال، بعد كده لسه راجعين من بريطانيا الأيام اللي فاتت. فكل دي كانت استعدادات اللي احنا نشارك مع فرق اوروبيه، وفرق اوروبيه مميزه قوي في اللعبه دي وفرقه جامده قوي، وبنقابل فرق من اسيا زي كوريا زي اليابان. فلما بنيجي هنا نعمل بطوله الاهرامات كانت بطوله جامده، لان لعبنا السعوديه ولعبنا العراق، بس الاختلاف اللي انت بتلعب مع ناس قويه قوي بره، فبتيجي هنا تحس يعني الدنيا يعني حلوه شويه الحمد لله، اسهل. بتبقى الدنيا يعني اسهل، غير زي القدم لما مصر مثلا تلعب مع البرازيل، لما تيجي تلعب مثلا في افريقيا فبتحس ان اللعيبه يعني بتلعب براحتها شويه، مقدور عليهم بالمقارنه، مقدور عليهم شويه. فنفس الكلام كده. لكن انت يعني اول ما مارست رياضه مارست كره الهدف تحديدا، ولا كان ليك اي ممارسات رياضيه في مجالات ثانيه؟ انا الصراحه انا كنت بحب كره القدم، بس يعني ربنا ما وفقنيش بسبب النظر وكده. فكان عندها بطوله مدارس من اول في 2016، كان كابتن ابو بكر طلعت، كان برضه هو كان عايز يجمع برضه اجيال صغيره،
بعد كده طلعنا المنتخب فضلنا واحده واحده مع المعسكرات وكده فتلمينا بقى. اسكندراني عمر ولا ايه؟ من اسكندريه. انت شفت بقى جبتك ازاي من طلعنا دي؟ بس انا بلدياتك يا استاذ، فاحنا بنجيب بعض وبنلاقي بعض على طول. طلعت ولبست ونزلت، حضرتك عارف الحكايه دي يا دكتور احمد؟ لا بس انت ما تقولش كده يا كريم. انا منكم وانا اسكندراني برضه. الله الله، بس بقينا اغلبيه في القعده يا فندم. طيب دكتور احمد، خلينا نعرف منك اكتر بقى عن الاتحاد، يمكن محتاجين ان احنا نعرف عنه تفاصيل اكتر، كل الامور يعني امتى بدا الانشطه الخاصه بيه، الدعم اللي بيلقاه من وزاره الشباب والرياضه، نعرف اكتر عن الاتحاد والامور اللي بيطمح ليها خلال الفتره المقبله كمان. يعني والله ستيل كل هو يعني حضرتك ضغطت على نقطه مهمه جدا، انا بشكرك عليها خالص. يعني انا بس عايز اقول لعمر، انت ليه نسيت ان انتوا خدتوا تاني افريقيا اكتر من مره؟ ده برضو دي ده 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 يعني ميداليه مهمه جدا. اللي هي المره دي ان شاء الله ان شاء بس الله، بس احنا طموحنا بقى الاول يعني ان شاء الله. يعني خلاص احنا بقينا وصلنا اللي احنا طموحنا، عايزين خلاص اللي هي باريس، وان شاء الله كمان في باريس طمعانين ان احنا نجيب ميداليه ان شاء الله، لان مستوانا بقى عالي الحمد لله. ان شاء الله ترجعوا لنا الميداليه ان شاء الله. انا امبارح لما هنيتهم بعد الماتش قلت لهم يعني انا خلاص انا مش هفرح، انا لسه هاجل فرحتي كمان شهر عشان افريقيا، نكسب افريقيا ان شاء الله ونتاهل لباريس، ده بالنسبه لي المهم، وهنفرح نص فرحه بس الشهر الجاي ان شاء الله، عشان الفرحه الرئيسيه والاساسيه او تكمل فرحتنا بان احنا مش نشارك في باريس، لا نحقق حاجه محترمه هناك. لان انا كراجل كنت زيهم في يوم الايام وبلعب، وليا شرف ان انا حصل على 3 ميداليات بارالمبيه ما شاء الله، وبرضه في لعبه الجولبول، ف يعني اتعودت على الميداليات، انا بحب الميداليات، بحب اكسب ما بحبش اخسر، وعايز اشوف ده في ولادي، انا عايز اشوف ده في ولادي، وانا وهم يقدروا ان شاء الله، وما دام يقدروا يبقى باذن الله يصنعوا لنفسهم مجد ويفرحونا بيهم. هم يقدروا وفي نفس الوقت واجب علينا ودور يعني اساسي ان احنا ندعمهم الابطال دول. على ذكر الدعم دكتور احمد، يعني حضرتك سيدي العارفين في حتى اتحادات رياضات الاسوياء في اغلبها بيعاني من نقص او ندره يعني التمويل، فبالتالي في حاجات كتير قوي عطلانين عليها عشان مش لاقيين لها موارد ماليه، ما بالك انتوا بقى في الحاله بتاعتكم، هل عندكم مشاكل معينه فيما يتعلق بتنميه الموارد، جلب معلنين الى اخره؟ مشاكل هو ما فيش مشاكل خالص، لان هو ما فيش اي حاجه من حاجه بتقولها دي خالص. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، وده وضع برضو لازم نقف عنده شويه. فيعني يعني نو نيوز جود نيوز، يعني هو ما فيش حاجه بتحصل اصلا. بس ده وضع لازم يتغير دكتور احمد. والله شوف حضرتك، كلام حضرتك محترم جدا وانا موافق عليه للغايه، ومن احنا كنا في مرحله ما كان في الدنيا بتتحرك شويه، يمكن الظروف العامه الفتره الاخيره كام سنه الاخيره الامور شويه صعبه، فخلينا اقول لحضرتك ان الرعاه بيجوا بصعوبه جدا جدا، لكن انا عايز اقول ان لكن موجودين الحمد لله. هو يعني زي ما الكابتن عمر كده قال، احنا مثلا بنعمل لهم ماتشات تجريبيه وبطولات وديه وسافروا تركيا بحيث ان هم يعمل احتكاك، ده برضو مش بالساهل، وبنحتاج فيه سبونسرز وحاجات زي كده. احنا يعني بنقول للناس دول ابطال ومحققين بطولات ورفعوا علم مصر، وامبارح كان السلام الوطني بيجلجل في صاله حسن مصطفى لان مصر حصلت على الذهب والعالم بيرفرف، فدول ابطال طبعا. يعني لابد هم يستحقوا ان يبقى في سبونسرز. مش النهارده لما اجي في قناه الاهلي وقناه زي ما انا قلت يعني قناه متشافه كويس جدا، يبقى انا السبونسر اللي معايا مش هيبقى متداري ولا مستخبي. انا مش بتاع كره قدم، وكل الاتحادات زي ما حضرتك تفضلت بتشكو من هذا. انا مش كره قدم عشان يبقى عندي ملايين بل مليارات يعني. لا لا لا، وعلى فكره احنا احتياجاتنا بسيطه جدا
يعني املنا بسيطه بسيطه. زي ايه يا دكتور احمد؟ اهم وابرز الاحتياجات اللي بيحتاجها الاتحاد علشان يكون في دعم ليهم وللابطال اللي بيمارسوا الرياضه دي. يعني مش عايز اقول لحضرتك ببساطه، قد كده الادوات مكلفه، لان كل الادوات احنا بنلعب بجول بول، الجول الكوره نفسها بنستوردها. الماسك اللي هو غطاء العين اللي بيلبسه اللاعب شفناه في التقرير طبعا. كل ادوات اللعبه دي مستورده. انا مش عايز اقول لحضرتك ان احنا عملنا يعني احتفاليه غير عاديه لما اشترينا مرمى من انجلترا، استوردناه من انجلترا. مرمى له يعني امكانيات خاصه، لان اللعبه برضو شويه صعبه فادواتها لازم تكون محدده ودقيقه. المرمى كلفنا استيراد 60,000 جنيه. طب 60,000 جنيه دي انا اسف يعني اسف مش رقم في ميزانيات اتحادات ثانيه طبعا. خدت بالك حضرتك؟ ومع ذلك احنا عملنا حفله، يعني بقى عندنا حاجه عظيمه قوي ان احنا جبنا المرمى. لما بجيب الكور، الكور غاليه. بس غاليه يعني ايه؟ يعني الكوره النهارده مثلا ممكن تقف بحدود 5000 دولار تقريبا، اسف 5000 جنيه مصري. طب انا بحتاج قد ايه كور؟ بحتاج مثلا 100 كوره في السنه. يعني بتتكلم في ايه؟ في نص مليون جنيه؟ في نص مليون جنيه. يعني حضرتك متخيل كريم بيه؟ هو ده رقم كور بس؟ هو ده رقم؟ لا يعني انا بالنسبه لي ده رقم مرعب. لكن بالنسبه لانديه ثانيه والعاب ثانيه ومنتخبات ثانيه انا مش عايز اتكلم يعني. اعتقد دكتور احمد ان احنا محتاجين نتكلم بالعكس. ليه؟ لان في دور وطني لازم تقوم بيه الكيانات المصريه الكبيره. تمام. يعني ده 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 حق اصيل من حقوق ابطالنا دول. يعني اذا انا لما اقول نص مليون جنيه عشان اجيب كور اللعب اللي تساعدني وتساعد انديتي في السنه، ده نص مليون جنيه مش رقم. هو بالنسبه لي انا طبعا ده شيء ده معقد جدا، رقم معضل يعني. لكن بالنسبه للسبونسر انا اسف يعني ال 500,000 دول او النص مليون يعني يعني مش حاجه بالنسبه له خالص. وبيديهم لناس ممكن جدا ما يكونش، ما بيديلوش التارجت المطلوب. لا انا بديهولك لان انا بجيب لك بطولات، انا بطل، انا ولادي بيرفعوا علم مصر، ولادي بيسمعونا السلام الوطني، ولادي بيطلعوا بره مصر يشرفونا بنماذج محترمه. لكن ده ما يمنعش ان وزاره الشباب الرياضي حقيقه يعني من الدكتور اشرف صبحي والزملاء كلهم المتعاونين او المعاونين معاه في الوزاره، حقيقه مش سايبنا. ومش انا عايز حضرتك، امبارح كلهم موجودين معانا، دكتوره سونيا، الدكتور محمود عبد العزيز، الدكتور احمد الشافعي، يعني مش سايبنا. دكتور احمد كمان في نقطه مهمه جدا خلينا برضو يعني ننظر ليها بعين الاعتبار. مؤخرا في السنوات الاخيره شايفين طبعا الدوله والقياده السياسيه بتهتم بالامور الخاصه بذوي الهمم، يعني ممكن نبص لها بصه تفاؤل كده، ممكن صحيح. يبقى شايف المستقبل ازاي سواء للجول بول المكفوفين وسواء كمان لرياضات المكفوفين بشكل عام، اكيد هيبقى فيها تطوير، خاصه ان بقى في سبوت لايت او بقى في تركيز كبير جدا من الدوله المصريه على ذوي الهمم. ده صحيح، يعني انا موافق جدا على كلام حضرتك واثمنه، لان بالفعل في زي ما حضرتك قلت ببساطه كده، يعني بقى في سبوت على الرياضات دي واحنا حاسين بيه، احنا حاسين بيه. لكن معلش، ما هو مش كل حاجه الدوله، مش كل حاجه يعني الجهات الرسميه. انما المجتمع المدني ده دوره. البلد دي اديتك كتير، يبقى اديها في ولادها بقى، اديها في ابطالها، اديها في النماذج الرائعه اللي بتطلع تشرف البلد. فده يعني لا يقلل من شان الوزاره او الحكومه، لا ابدا، بالعكس ده هم الناس يعني مش مخليين. لكن إنما هناك حاجه شديده ومريحه للمزيد. لازم طبعا لازم طبعا. واحنا زي ما قلت لحضرتك يعني
مش محتاجين، انا مش محتاج المليارات، مش محتاج المليارات. انا قلت لحضرتك مثل بسيط يعني، مع احترامي وتقديري، الكرات كره القدم، الكره نفسها، البول نفسها، ممكن النادي يصرف بكام الف كور في السنه؟ انا بقول لك ده انا بحالي على بعض كده من اسوان لاسكندريه بانديتي بمنتخبي، انا عايز نص مليون في السنه للكور دي، مش اكتر من كده. الوزاره بتوفر لي قدر ويشكروا عليه، انا بقولها بصدق، وهم يعني يعرفوا كويس جدا، وانا اللي يعرفني يعرفني كويس جدا. حضرتك يا دكتور الحقيقه اتكلمت بشفافيه يعني كبيره جدا، وان شاء الله الصوت يوصل. ولكن احنا عشان قبل ما نختم الفقره كابتن عمر، مهم جدا نعرف منك احلامك للفتره اللي جايه، عشان ما اتكلمناش معاك كتير. النقطه اللي فاتت دي يعني احنا عندنا ضعف في امكانيات الفلوس، يعني ترقى يعني احنا اللي معادنا مثلا دكتور احمد، لان احنا بنعتبره قدوه لينا، بس احنا قاعدين عشان بنحبه وبنحبه معظم الناس، بس احنا كلاعيبه الموضوع صعب. يعني في لعيبه مثلا منتخب مصر ما صعدوش كاس عالم بياخدوا ملايين، احنا كلاعيبه منتخب بنصعد كاس عالم وان شاء الله نصعد باريس، بس ما فيش امكانيات اصلا، ما فيش فلوس. احنا ما خدناش، لعبنا 2021 ما خدناش مكافاه، فمنين اصلا العد اللي احنا نفضل مكملين والعب افريقيا الثانيه ولسه ما خدش فلوس؟ احنا امبارح اخدنا بطوله، وتقريبا الاتحاد صرف كتير في بطوله الاهرامات، وشبه اصلا ممكن يعني مكافاتها تبقى بسيطه ولو اخذنا اصلا، لما فيش فلوس في الاتحاد. بص يا عم عمر، واضح ان المكافاه يا عمر ما تقلقش على الهواء، فالامكانيات يعني الملف ده اصلا يا دكتور احمد ملف شائك قوي ومليان تفاصيل كتير، والحقيقه يعني في منطق غايب الى حد بعيد فيما يتعلق بالتعاطي مع اتحاد زي الاتحاد اللي حضرتك متولي رئاسته. فاحنا نستاذنكم ان انتم يعني ان شاء الله قريب جدا تيجوا تنورونا، نستكمل الحوار ده عشان برضه نلقي ضوء على المزيد من التفاصيل والنواقص اللي انتوا تستحقوا، اللي هي ما تكونش ناقصه، ان هي تكون كامله. نتمنى كمان الاهلي والزمالك والانديه اللي هي الجماهيريه دي اللي يعني تعمل نوادي للعب كره الجرس، لان تتشاف اكتر، لان لو الانديه شبه دي دخلت في اللعبه دي مثلا وعايزين على كونت الاهلي، كونت الاهلي بسم الله ما شاء الله مشهور، مع ان انا زملكاوي بس انا بحبه كمان بدا النادي الاهلي الصراحه. نورت قناه الاهلي النهارده، وان شاء الله ان شاء الله احنا في قناه الاهلي هتتاكد ان يعني كل الفعاليات وكل البطولات اللي جايه هنغطيها باستمرار ان شاء الله. الاهلي نادي الاهلي زي ما انت بتقول كده كابتن عمر، اكيد لو احنا نتمنى ان احنا نلعب في نادي الاهلي مثلا، لان هتتشاف البطولات كمان، هيذيعوا البطولات فهتتشاف اكتر. صحيح، هو دايما بيبقى ليه السبق في كل ده كابتن عمر، فان شاء الله اتمنى ان هم يبتدوا خطوه زي كده ان شاء الله. نورتونا وشرفتونا، بنشكركم على وجودكم معانا. نورتنا يا دكتور احمد، نورتنا يا كابتن عمر. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي بقى جه ميعادنا مع فقره الكره العالميه، وهيكون لينا اكيد كلام كتير عن دوري ابطال اوروبا، خصوصا مع بدايه مواجهات الجوله الرابعه من دوري الابطال النهارده. يمكن اتكلمنا عنها في بدايه البرنامج، النهارده يوم مليء بمواجهات الهامه جدا، وهنتكلم بقى بالتفصيل والتحليل الفني للفرق الاربعه صاحبه العلامه الكامله في الجولات الثلاثه اللي فاتت. ده طبعا هيكون كله مع الاستاذه منى عمر الناقده الرياضيه، منورانا ومشرفانا يا منى. ميرسي يا مريم، صباح الخير عليك. صباح النور عليك. جايين لك منطقتك اهو، كره القدم العالميه منطقتك. صباح العسل، منورانا، اخبارك ايه؟ ربنا يخليك، كله تمام؟ زي الفل. زي ما مريم كانت بتقول، النهارده بدايه الجوله الرابعه من دوري الابطال، فقبل ما ندخل في تفاصيل لقاءات النهارده بصفه خاصه والجوله الرابعه بشكل عام، رؤيتك كده شفتي ايه من خلالهم؟ بس خلينا نقول طيب شويه ارقام كده سريعه عن الاجمالي كده الثلاث جولات اللي فاتت، او اللي حصل في الثلاث جولات اللي فاتت. احنا عندنا في 8 فرق هم حققوا، او مش 8 فرق ما خسروش ولا مباراه، منهم 4 حققوا العلامه الكامله زي ما انت ما قلت يا مريم في بدايه الانترو بتاعتك، انه في عندنا 4 فرق هي حققت العلامه الكامله بس، اللي هم طبعا برشلونه، مانشستر سيتي، وريال مدريد، وبايرن ميونخ. نزود عليهم 4 كمان، الاربعه كمان دول هم ما حققوش العلامه الكامله، بس هم ما خسروش ولا مباراه لحد دلوقتي، حصل تعادلات معاهم، لانس، معاهم انتر ميلان، معاهم اتلتيكو مدريد، ومعاهم ريال سوسيداد. فكده اجمالا عندك 8 فرق لحد دلوقتي ما خسرتش ولا مباراه في الثلاث جولات اللي فاتت. لما تيجي تبص بقى على اقوى هجوم واقوى دفاع، اقوى هجوم هتلاقي عندك بايرن ميونخ، وهتلاقي مانشستر سيتي محققين
لاعبين او يعني الفرق بتاعتهم اللعيبه بتاعتهم سجلت 9 اهداف لحد دلوقتي. اقوى دفاع ويمكن هي دي اللي ممكن تبقى غريبه شويه على البعض، يعني هنلاقي برشلونه اقوى دفاع وهنلاقي ريال سوسيداد اقوى دفاع بالتساوي، هما الاثنين ما دخلش في مرماهم غير هدف واحد بس. والله وجينا وجينا لليوم اللي بقينا بنستغرب فيه ان برشلونه عندهم اقوى دفاع. رجعت ليالي برشلونه طبعا. فدي دي دي اطلاله سريعه كده على الثلاث جولات اللي فاتت. النهارده في اربع في انديه عندها فرصه ان هي تضمن خلاص المركز او تضمن التاهل لدور ثمن النهائي. عندنا برشلونه وعندنا مانشستر سيتي طبعا، وفي هيبقى في بكره هيبقى في بايرن وهيبقى في ريال مدريد. فالماتش النهارده هيبقى تقطيع بالنسبه لمين؟ للفرقتين. بالنسبه للفرقتين هيبقى، وخصوصا بالنسبه لبرشلونه ان هو حابب ان هو اكيد يعني يضمن بقى التاهل لتمن النهائي طبعا بعد غياب كام سنه يعني طبعا. متواصله بالظبط. فالمفروض انه يعني النهارده لو قدر ان هو يكسب شختار فالمفروض ان هو كده هيضمن تاهله لدور تمن النهائي. نفس الوضع لمانشستر سيتي، هيقابل يانج بويز وهيقابله على ارضه في ملعب الاتحاد، وكان كسب الذهاب بره ارضه 3-1. اعتقد مباراة هتبقى سهلة بالنسبة لمانشستر سيتي، واي فريق عنده فرصة ان هو في الجولة دي ان هو يحقق الغرض ويتأهل لدور ثمن النهائي ده هيريحه في الجولتين الرابعة والخامسة والستة، لانه كمان ده هيخليه يقدر ان هو يركز محليا على حسب بقى وضع كل نادي في الجدول ترتيب الدوري اللي يخصه يعني. وممكن هتلاقي الجولتين اللي هي الخمسة والستة لو الفريق اصلا كان ضمن التأهل للدور المقبل، هتلاقيه ممكن بيلعب بالسكند تيم او بعناصر احتياطية كتير يعني. طب لو هنتكلم بالتفصيل شوية من عن بايرن ميونخ، يمكن احنا شفنا في الجولات اللي فاتت شفنا ان هو حقق 3 انتصارات 9 اهداف، تلقى 5، يمكن متصدر المجموعه. لو هنتكلم اكتر فنيا عن الفريق، تقييمك ليه في خلال اللي فات وممكن يحقق ايه كمان في اللي جاي لو مشي على نفس المستوى ده؟ يعني بدون شك مباراه بايرن مع جالاتا سراي لما تيجي هتبصي للكفتين اكيد هتبقى كفه بايرن ميونخ هي الاقوى، وبنسبه كبيره هو اللي هيحسم التاهل، واعتقد هيبقى بالعلامه الكامله عادي ما فيش مشكله. كمان في يعني لو كسب المباراه فهيبقى 4 جولات هو محقق فيهم العلامه الكامله وهيقدر ان هو يحسم التاهل للدور المقبل. وضع بايرن هو مش يعني هو احنا متعودين اصلا من بايرن في المواسم الاخيره على غزاره الاهداف. بنشوفه بيلعب مع فرق بيكسب 8 بيكسب 6 بيكسب 4، ده معتاد بالنسبه لنا على بالنسبه لبايرن ميونخ. كمان هم دعموا الفريق السيزون ده بهاري كين، يعني شفناه هاتريك في مباراه الكلاسيكو مع دورتموند اللي كسبوا فيها طبعا 4-0. فده مش غريب على بايرن ميونخ. يمكن نقطه اخرى هي اللي مأثره على وضع بايرن شويه او هي اللي عامله في اثاره شويه في وضع الفريق، وهو المدرب توماس توخيل، خصوصا مع الخلافات اللي بنشوفها علنا وحصلت على الهواء مباشره مع بعض اساطير الفريق البافاري. هو مش قابل الانتقادات من بعض الناس او من الاخرين. هو حابب ربما يكون حابب ان هو يقفل على الفريق اكتر، مش حابب ان هو يسمع انتقادات حتى لو هو ليه هو شخصيا، حتى لو لطريقه لعب الفريق، حتى لنتائج الفريق شخصيا. فده اللي بيخلينا نشوف ان في صدامات دايما منه مع بعض اساطير النادي يعني. بس خلينا نقول لو في الدوري الالماني بايرن ممكن يحقق اللقب. وضعه في الجدول هو تاني. باير ليفر كوزن هو اللي متصدر، الفرق ما بينهم اعتقد نقطتين، مش فرق كبير. لسه في المتناول. انت بتتكلمي دلوقتي في جوله 10 جولات 11 12 جوله في الدوري الالماني، فلسه المشوار طويل. وبالنسبه لك بايرن من الفرق اللي يعني حتى لو حصل تراجع في الاداء فهو من الفرق اللي تقدر تقوم بسرعه، ما يعني خصوصا العناصر اللي موجوده في الفريق، العناصر كلها تقيله. كنت بتتكلمي على هاري كين زي ما اتكلمنا، عوده نوير، كيميتش، كل الناس دي كلها اسماء تقيله. طيب. معاهم كمان مدرب تقيل جدا. فاعتقد وضع بايرن غير مقلق بالمره يعني. طيب مانشستر سيتي حاله استثنائيه،
السنة اللي فاتت يعني شفنا ان هو فاز بكاس الاتحاد الانجليزي، فاز بالدوري الانجليزي، فاز بدوري الابطال، فده بيخلي ناس كتير قوي شايفة انه غالبا يعني مع نهاية دوري الابطال النسخة الحالية هتكون الصدارة لمانشستر سيتي. انت تتفقي ولا عندك تحفظات؟ الصدارة بالنسبة من هم اللي هيفوزوا باللقب دوري الابطال يعني اتمنى طبعا يعني اتمنى ده الفريق الغالي ده العزيز الغالي شجاعه كبيره قوي يا جماعه من مانشستر اتمنى طبعا يعني ان هو يحسم الدوري ابطال طبعا للموسم الثاني على التوالي، بس دوري ابطال غير دوري انجليزي يعني، وحتى كمان دوري الانجليزي اللي عمله جوارديولا، خلينا نكون منصفين ليه، اللي عمله جوارديولا خلال فتره تواجده مع مانشستر سيتي او في الدوري الانجليزي في السبع سنين او السبع مواسم اللي فاتت، فهو انجاز يعني ممكن نقول ان هو ممكن حاجه ما تتكررش طبعا. افتكر كويس جدا جوارديولا اول ما مسك مانشستر سيتي كان جاي من بايرن ميونخ، فاتقال له نصا ان الدوري الانجليزي مش زي الدوري الاسباني ومش زي الدوري الالماني، هو خلى الدوري الانجليزي زيه زي بقيه الدوريات الاخرى. طبعا الدوري الانجليزي صعب اللعب فيه، يعني اراء معظم المدربين معظم اللعيبه ان اللعب في الدوري الانجليزي مختلف تماما عن اللعب في اي دوري من الدوريات الخمسه. قد يكون هو الاقوى على الاطلاق، ده حقيقي ولكن سيطره مانشستر سيتي على الالقاب وخصوصا الدوري الانجليزي خلال فتره تواجد بيب جوارديولا على راس الاداره الفنيه، فهو نفى خالص الجمله دي. لكن الامور في دوري ابطال اوروبا مختلفه تماما، في ريال مدريد مسيطر بشكل كبير جدا على هو ايه سر الظاهره دي بالمناسبه؟ يعني دايما ريال مدريد حتى لو في الدوري مش عامل شغل قوي كما يتماشى مع اسمه وتاريخه، لكن يجي في دوري الابطال بيتحول الموضوع بيبقى مختلف، وده شفناه مع زيدان. كان ريال مدريد كنا بنشوف تراجع في نتائجه المحليه، وفي نفس الوقت كنا بنلاقيه بيتوج ببطوله دوري ابطال اوروبا نهايه السيزون يعني. فبالظبط فهي دي بطوله ريال مدريد المفضله بغض النظر عن مستواه ايه محليا، وممكن يكون مستواه العام في السيزون مفيش نجوم مفيش اسماء مفيش الفريق مش تقيل، وتشوف النتائج المحليه تلاقي فيها تراجع كبير، لكن بتلاقيه في دوري ابطال اوروبا شخصيه ثانيه خالص، بتلاقيه فريق ثاني خالص، بيبقى الوضع مختلف تماما يعني. فلا بالنسبه لمانشستر سيتي اكيد الامر هيبقى صعب جدا، مش سهل خالص ان انت تاخد البطوله للموسم الثاني على التوالي. انت بتلعب كحامل للبطوله، بالنسبه لك دور المجموعات بيبقى محسوم بنسبه كبيره ان انت متاهل، لكن الصدمات اللي بعد كده لا مش هتبقى سهله بكل تاكيد. مباراه النهارده يا منى شايفاها ازاي قدام يونج بويز السويسري؟ الرؤيه الفنيه للفريقين والنهارده ممكن المباراه شايفه ايه الامثل ليها، سواء على مستوى التشكيل على مستوى السكواد، يعني كل حاجه شايفه النهارده المباراه ازاي؟ بصي بالحسابات الطبيعيه خالص مانشستر سيتي اكيد هيفوز على يانج بويز، هيلعب المباراه في ملعبه زي ما قلنا، كسب الذهاب بره ارضه 3-1، انت متصدر المجموعه بتاعتك، عندك فرصه ان انت تحسم التاهل للدور ثمن النهائي، وتلعب الجولتين الخمسه والسادسه زي ما احنا ما قلنا هيلعب يعني بالسكند تيم يعني، او مش بالعناصر الاساسيه، لان خدي بالك مانشستر سيتي الفتره اللي جايه عنده مباريات صعبه جدا ورا بعض، عنده تشيلسي في ليفربول في الدوري الانجليزي، معاهم لايبزيج بعدها في دوري ابطال اوروبا، بعد كده صدام مع توتنهام. فاربع مباريات مش هيبقوا سهلين جدا، فهو اكيد بيب جوارديولا او الفريق اكيد حابين ان هم يحسموا التاهل النهارده بحيث ان هو يركز محليا. الثلاث مباريات تشيلسي في ليفربول وراهم توتنهام في الدوري الانجليزي، الموضوع هيبقى بالنسبه له مش سهل، خصوصا ان انت في صراع ما بينك وما بين توتنهام دلوقتي على صداره الدوري الانجليزي. احنا شايفين كنا شايفين الاسبوع اللي فات او الجوله اللي فاتت او الجولتين اللي فاتوا توتنهام كان هو متصدر الترتيب، فجاه كده تعثر مانشستر سيتي، تعثر ارسنال، لقينا توتنهام هو في صدار الجدول ترتيب الدوري الانجليزي، ولولا خسارته امبارح قدام تشيلسي 4-1 كان هيرجع تاني للصداره، وكان هيعزز صدارته تاني، لكن خسارته طبعا خلت سيتي هو المتصدر بفرق. برضو على ذكر مانشستر سيتي، تعالي نقف شويه عند هذه الظاهره الكونيه العجيبه اللي اسمها هالاند وفكره ان هو تعرض للاصابه.
نعرف هل في فرصه في رايك ان هو يلحق بمباراه النهارده ولا لا؟ وفكره ان هالاند مصاب فكره عجيبه اصلا. والله تحسيه غير قابل للاصابه، مش بني ادم والله العظيم. بني ادم عادي. طبعا. هو في المباراه الاخيره هو المدرب حب ان هو ما يكملش المباراه قوي، يخرجه منها لانه هو خاف انه مثلا تتفاقم الاصابه، لو الامور كانت بسيطه شويه خاف الامور تتفاقم يعني. جوارديولا اتسال تحديدا امبارح فعلا عن مشاركه هالاند هتحصل او لا، هو ما اجابش اجابه واضحه يعني. ما اجابش اجابه واضحه، قال احنا هنتدرب النهارده وهنشوف، وقال ان هو تواصل مع الطبيب وتواصل مع هالاند وقال ان هو حالته افضل من يعني من قبلها يعني او من يوم المباراه، لكن هو ما حسمش لحد او في المؤتمر الصحفي يعني ما حسمش هتبقى مشاركته بنسبه 100% يعني. طيب برشلونه بقى يا منى، يمكن احنا هننتقل معاكي من نادي لنادي. برشلونه برضو محقق العلامه الكامله في دوري الابطال، يمكن 8 اهداف يعني، برضو شايفين اداء خلاه يتصدر المجموعه الثامنه. شايفه ازاي تقييمك فنيا للفريق والمشوار مع دوري ابطال اوروبا ممكن يبقى ازاي؟ برضو برشلونه من الفرق اللي هي عندها فرصه ان هي تحسم التاهل لدور ثمن النهائي في جوله الرابعه، لان هو من الفرق احنا قلنا اللي هي حققت العلامه الكامله لحد دلوقتي او في الثلاث جولات اللي فاتت، هو ما خسرش ولا مباراه، ما تعادلش، هو كسب الثلاث مباريات. فبالتالي مواجهته قدام شختار النهارده او يعني هو هيلعب النهارده، المواجهه النهارده هي مش تبقى سهله، خصوصا ان ماتش الذهاب برشلونه يعني فاز بشق الانفس زي ما بنقول كده 2-1، فمباراه النهارده مش هتبقى سهله بالنسبه له خالص. لكن هو عنده ستيل هو عنده الفرصه زي ما قلنا من شويه انه يعني المجموعه اللي فيها برشلونه السيزون ده خلينا منصفين برضو، هي مدياله برضو الاريحيه ان هو يتاهل، ما تاهلش اول الاول يتاهل تاني، مش زي ما كنا بنشوف برضو السنوات اللي قبل كده وكان دايما حظه بيقع مع بايرن ميونخ والذكرى الاليمه 8-2 في المباراه الشهيره يعني، فكانت والموضوع بالنسبه له تحول الى عقده يعني. فالسيزون ده اعتقد برشلونه جدا اسهل بكتير، عنده مش عنده فرصه واحده، لا عنده اكتر من فرصه ان هو يقدر يحسم تاهله. السؤال بس هيبقى في اللي بعد كده، هل برشلونه بقى هيستمر على ده ولا برضو ممكن على حسب قوه الصدمات او قوه الفرق اللي هيقابلها في الادوار الاقصائيه هتبقى عامله ازاي يعني. هو انت يا منى لما بتقعدي تتفرجي على ماتشات سواء دوري الابطال او الدوريات الاوروبيه بشكل عام، بتقعدي تتفرجي وتستمتعي ولا بتبقى عينك رايحه لكل التفاصيل وبتكتبي عندك ملاحظات وبتفندي وبتفصصي الماتش؟ بص يعني نسبه الاستمتاع في حالتك انت واصله؟ هقول لك بصراحه، هي نسبه الاستمتاع ما بتبقاش كبيره، مش كده برضه؟ اكيد ربنا يعني. تحليلات شغاله نسبه الاستمتاع ما بتبقاش قد كده، بس ممكن بعد كده بقى يعني بعد المباراه ما بتنتهي انت ممكن بقى بتتفرج على هايلايتس، بتتفرج عليها بقى ايه بمزاج يعني. وشغفك اصلا بكره القدم ابتدى معاكي من امتى؟ لا ده من زمان قوي يعني، انا من زمان قوي من ثانوي كده، وكان سبب اصلا ان انا ادخل كليتي مجال صحافه يعني عشان كده. طيب ريال مدريد وبرشلونه قصه لن تنتهي يعني، فشايفه ازاي المنافسه بينهم بقى في الدوري الاسباني؟ زي ما انت ما قلتي هي مش هتنتهي، الصراع ما بينهم دايما هيفضل مستمر حتى بغياب ميسي، حتى بغياب كريستيانو رونالدو برضو بنقعد نستنى كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونه. بس اتلتيكو بيحاول يعني ايه يحجر معاهم ويدخل في النص كده، وجيرونا كمان صحيح عامل انطلاقه عظيمه جدا يعني. نتمنى ان نكرر معجزه ليستر سيتي في الدوري الانجليزي ونشوف جيرونا بيتوج بالدوري الاسباني، عاملين انطلاقه مثاليه هي الحقيقه. هو متصدر الدوري الاسباني دلوقتي بعد طبعا تعافر ريال مدريد في اخر مباراه. هرجع لك تاني يا مريم على مباراه الكلاسيكو الاخيره، طبعا كلنا اتفرجنا عليها، كان برشلونه كان متقدم وبعد كده ريال مدريد قدر ان هو يحسم المباراه 2-1 طبعا عن طريق جود بلينجهام، وده يعني كريستيانو رونالدو الجديد لريال مدريد ده حقيقي يعني. بلينجهام برده
من المواهب الكرويه الشابه المذهله الحقيقه. اعتقد كمان الفتره الجايه هيبقى في صراع ومنافسه كبيره جدا ما بينه وما بين هالاند ما بين مبابي. منافسه مضطرين ان احنا نقطعك نخرج فاصل ونرجع على طول. فاصل سريع ونعود لكم على طول. اهلا بكل حضراتكم من جديد، لسه حوارنا مستمر ودردشتنا ما زالت قائمه مع منى عمر الناقده الرياضيه اللي منورانا في حلقتنا النهارده. واحنا في الفاصل سرحت كده في حاجه خارج السياق تماما، بس قلت عايزه يعني اسالك السؤال ده بحكم ان انت طبعا يعني ضربه غطس في كل الدوريات الاوروبيه بكل تفاصيلها. لو قارنا انجازه المقارنه بين الدوري المحلي بتاعنا وبين الدوريات الاوروبيه كل بتفاصيله بلعبته باحداثه بحاجات زي كده، احنا فين من الناس دي؟ مقارنه لا تجوز. ليه يا كريم؟ سالت السؤال ده والله خطر لي على بالي. ينفع على بالي وانت بتقول ينفع ما اجاوبش؟ مين هتجاوبني على السؤال ده احسن من اللي شايفه ويعني ومتابعه كل الدوريات؟ ايه اللي بيدينا خصوصيه واختلاف؟ احنا بعاد قوي. ليه؟ بعاد عشان ايه؟ ايه اللي ناقصنا؟ لا انت ناقصك كتير جدا من اول يعني من اول البنيه التحتيه، من اول ملاعب بالظبط، من اول ملاعب، من اول ناشئين زي ما مريم ما قالت، اتحادات، اتحاد كوره يعني، انتظام موعد جدول، اللايف ستايل نفسه حتى نظام الاكل، نظام الرياضه، نظام كل حاجه يعني العائلات نفسها والنشأة نفسها بتفرق في التكنيك بتاع اللعيب. عايز اقول لك ان البعض بيتفه شويه من اللي انت بتقوليه ده وبيشوف ان هو مش مهم مع ان هو مهم جدا. عارفه بيبان امتى بقى؟ لما تلاقي لاعب ناشئ عنده مثلا 17 18 سنه وجاله مثلا عرض احتراف اوروبي في بلجيكا مثلا او في فرنسا او او او، وطبعا مش انديه التوب، بتتكلمي في انديه درجه ثانيه ثالثه، بس فرصه زي يعني احنا شفنا قبل كده لعيبه كتير كانت طلعت وهم في سن صغير وتالقوا صح او لا، او بتشوفيها طبعا اصلا طبعاً في المغرب، في تونس، في الجزائر طبعاً. لما تيجي تلاقي بقى لاعب زي ده يجي يسافر بره هو مش عارف يتاقلم مع الاجواء، مش عارف يتاقلم ان هو من غير اهله، مش عارف يتاقلم مع عنصر اللغه، وده مهم جدا جدا طبعاً. يعني طب انت رايح مثلا نادي في فرنسا او رايح نادي في سويسرا، على الاقل على الاقل المفروض تكون اللغه بتاعتك، هنتكلم في اللغه الاساسيه، هنتكلم في الانجليش. هو مش عيب ان انا لو اديت لنفسي كورسز او انا طورت نفسي، لو انا اصلا ده اللي عمله محمد صلاح بالمناسبه بالظبط كده، لو انا طورت نفسي او انا ساعدت نفسي شويه حتى على الاقل مش لغه البلد اللي انا رايحها بس على الاقل اللغه عشان اعرف اتواصل مع الناس. مش لازم يبقى بيرفكت بس على الاقل يكون بيعرف ان هو يتواصل، همشي يومي مباشر يعني خلينا نقولها كده بالبلدي، همشي يومي. بتلاقيه الشهر الثاني الثالث يرجع يقول لك لا اصلا مش قادر اتعامل، واشوف اي عرض محلي في نادي في 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 منتصف الجدول في اخر الجدول وانا كده تمام. وزي ايه بقى مع الناشئين والاجيال الجديده في التفصيله دي؟ نغير لهم العقليه بتاعتهم وبتاعت اهاليهم كمان ازاي؟ ما هو هي دي البدايه بتاعتك اصلا. يعني دي المفروض ان انت بتحط بلان دي انت مش هتشوف النتائج بتاعتها كمان شهر كمان اتنين، دي هتبقى بلان على المدى البعيد تمام. هتبدا زي ما انت بتتكلم كده ان انت يعني هتغير المينتاليتي او هتغير العقليه بتاعه اللعيبه الصغيره دي، هتبدا تاقلمه على ظروف صعبه، هتبدا ان انت تطوره علميا، هتطوره مهنيا، هتطوره كرويا، اخلاقيا، ودي مهمه جدا. كل ده كل العوامل دي هي بعد كده اللي هتطلع لك، مش هتطلع لك كل الناس او مش هتطلع لك كل اللعيبه، بس على الاقل لو هتطلع لك نسبه صغيره فانت كده هتبقى بالنسبه لك انت كده حققت المطلوب تمام. انت بتتكلم في مقارنه ما بين هنا وما بين هنا، انت عندك لحد دلوقتي مفيش عدم انتظام اصلا في جدول الدوري. بنحط جدول الدوري تمام مفيش مشكله خالص، بعدها بساعتين طيب في كام مباراه كده دول هيتاجلوا علشان هيحصل كذا. طب ما هو انا اصلا بالظبط كده، عشان دايما احنا بنلاقي ده دايما بيبقى في حاجات محدده وبتتغير على اخر لحظه او بتتغير قبلها كمان على طول يا منى، وبيحصل بقى مشاكل في الاجنده. دايما احنا بنتكلم ان احنا بنبقى عايزين اجندات محدده عشان الناس تعرف راسها من رجلها، بس دايما بيحصل عكس ده تماما. طيب هو انت بره هم بيبقى عندهم اجنده فيفا؟ مش هي بتبقى محدده؟ طيب مش هم بيبقى عندهم مواعيد دوري ابطال اوروبا هي بتبقى محدده؟ وقبلها بسنة.
وبتبقى من اول سيزون معاك المواعيد بتبقى امتى، التصفيات هتبقى امتى، البلاي اوفس هتبقى امتى، المجموعات هتتلعب امتى كل مجموعه طبعا. وبيديك مثلا من يومين يعني ما بين يومين مثلا من 13 ل 15 كل نادي هيحدد مثلا هو هيلعب في اي يوم. كل ده بيبقى محدد، بتلاقي جدول المسابقه عندك محدد، مواعيد المباريات الكاس هما بيلعبوا كمان اثنين يعني في الدوري الانجليزي هما بيلعبوا اثنين زي ما احنا بقينا نلعب اثنين دلوقتي، هما بيلعبوا الاف اي كاب اللي هي كاس الاتحاد والاي اف ال اللي هي كاس الرابطه. طب سهل عندنا كاس واحد مفتوح يعني او كاسين مفتوحين على بعض بالظبط. انت بتلعب سنتين. بتلعب لسه كاس السيزون اللي فات لحد النهارده في السيزون الجديد. فانت كل ده بتلاقي بقى جدول مسابقه منتظم محدد، كل نادي بيبقى عارف هو هيلعب امتى بالمواعيد. ويعني تعالت الاصوات اللي بتطالب بهذا الامر ولا سيما اصوات النادي الاهلي تحديدا. بص الموضوع ده بقى يعني تتكلم فيه كتير وهتلاقي باسباب بالظبط كده واسباب كتير جدا، وبعدين في الاخر انت ما بتطلعش بنتيجه، هي دي المشكله. اوكي هي دي مشكله. وممكن انت لما تيجي تقعد مع مسؤول من اتحاد الكوره هو يقنعك ان هو الامور بالنسبه له ضيقه جدا، وهو يعني طب هيعمل ايه؟ يعني انت تيجي تشوفي كده مثلا، طب ما هو الراجل مثلا عنده حق، طب هو هيعمل ايه فعلا؟ طب ما الدنيا مزنوقه قوي. بس طب ما هو انا من الاول انا عندي اجنده كاف وعندي اجنده فيفا وعندي الدوري ابطال، مواعيد دوري ابطال افريقيا هتبقى امتى، وعندي مواعيد الكاس هتبقى امتى، وعندي مواعيد الدوري هتبقى امتى، وكل نادي يتبعت له الجدول بتاعه او يعني تعمل جدول منتظم. طب منا احنا سريعا انا صدق. عايزه قبل ما نختم معاكي اعرف رايك في الامور اللي يعني دايما بتتناول حول صلاح، بما ان احنا جبنا سيرته بنتكلم احنا ليفربول مع نهايه السيزون، بيقولوا يعني احتمال ان ممكن يكون في تخلي عن صلاح بما انه هيبقى في صفقات جديده في الميركاتو الجديد. شايفه الواجهه ممكن تكون فين؟ استمرار صلاح مع ليفربول، دوري سعودي، دوري امريكي، شايفه ايه الافيد بالنسبه له؟ هل شايفه ان ممكن العرض الخيالي اللي عرضه الدوري السعودي على صلاح ان هو يكرر مره ثانيه، ولا مش ممكن ان هو يكرر مره ثانيه؟ طيب سريعا احنا من الصيف وبعد ما اتقفل الميركاتو في الدوري السعودي وكلنا قلنا خلاص الحمد لله وصلاح هيفضل في ليفربول وهيكمل في ليفربول، 99.9 كنا عارفين ان هيحصل كلام تاني في ميركاتو يناير. واوريدي فعلا لو يعني اكيد لاحظتي الايام اللي فاتت بدا يرجع فيه كلام تاني، صلاح هيكمل في ليفربول ولا صلاح هيروح الدوري السعودي، طب هيبقى في عرض مقدم او لا، طب من اتحاد جده ولا من حد ولا من ناس تاني. كلوب فعلا بدا يتسال تاني عن صلاح سؤال اذا كان هيكمل في ليفربول او هيمشي. هو لسه من يومين اتسال بشكل مباشر برضو عن صلاح، وهو قال انه صلاح ما اتكلمش معايا، صلاح ما طلبش ان هو يمشي، ما حدش كلمني في عرض رسمي، ما فيش اي حاجه بتشير ان صلاح ممكن ما يكملش معانا في ليفربول. فالحد الى الان يعني فهو صلاح مكمل ليفربول. هيحصل ايه في يناير؟ ممكن يحصل كتير، هنستنى ونشوف ان يناير لناظره قريب بالزبط. زي ما بتقال. نورتينا يا منى، بشكرك على وجودك. نورتينا وشرفتينا يا منى. وبكده طبعا تكون خلصت حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، ان شاء الله نلتقي بيكم مره اخرى غدا ان شاء الله.